من امتى بدأ الموضوع ده يا كابتن هاني؟ من سنه حمله ممنهجه، وكان يجب على المسؤولين في النادي الاهلي ان هم يقفوا عن ده. يعني يعني برضه حاله مع حاله تؤخذ بالدراسه. ايه هو الهدف؟ الهدف هو تشويه الصوره. الهدف ان انا اشوه الصوره عند الناس الاجيال اللي طالعه، ان انا اقول لك بطولاتك حرام، وان انا اقول لك كذا، وعلى اعتبار ان البطولات المنافسين بطولات حلال يعني، او نادي القرن جدا ومش يعني. نادي القرن هو الاتحاد الافريقي كذا كذا، هو انت واخد من الاتحاد الافريقي 5 بطولات ومش عارف كم سوبر في الاتحاد الافريقي اللي كان بيديره عز حياته ومش عارف مين. يعني عايز اقول لك ايه، منهج وفلسفه قامت على التضليل وزراعه التعصب، في زراعه للتعصب ده حقيقي، ده والعنصريه بصوره. هل الكلام ده لو افترضنا جدلا انه رد مجلس اداره الاهلي وخرج عشان يعمل معاك، ينزل معاك الجيم، مش هيعرف يعني مش اسلوبنا ولا يعني مش ما يعرفش يعني. عايز اقول لك ايه، انا فاهم تقصد ايه، يعني مش هيعرف انزل اجاريك في المساله. يعني ايه، انت على مدار، انت بتعاقبني اول ما تسمع كلمه مبادئ واخلاق وبتاع، بتضايقك ليه؟ يعني بتوترك نفسيا، يعني تعب اعصابك، فانت بتحاول تكسر الجزئيه دي عشان ان انا انزل الكلام. طيب هل رغم كل الضغط اللي بيتم ده، هل مطالب من مجلس اداره النادي الاهلي يتم ينزل الملعب يرد على الكلام ده؟ لا طبعا، لا طبعا. لما تقول الرد في الملعب تبص عيوبك انت واخطائك فين، تصلح نفسك، ده صحيح، تشتغل على نفسك، صح ماشي، ترد انك تفوز وتاخد بطوله وبطوله ثانيه وبطوله ثالثه، تستسلم بقى للمرحله وتقعد تفكر فلان شتمني وفلان انتقد، عايز اقول لك على حاجه، وفلان قال عليا كذا. يا كابتن هاني، ده في ايام الكابتن حسن حمدي تعرض لحمله، ايام الصحافه ما كانت صحافه، كانت بالصفحات مثلا، وانا شاهد على الكلام ده. فلما حصل الحمله من احد الجرايد المعروفه، فوجئت الناس في مجلس اداره كانوا متضايقين جدا، عاوز ناخدوا موقف مثلا من الناس اللي بتهاجم الاهلي، وطلبوا انه يمنعوا الناس من تدخل النادي. كان نتيجه رد الفعل اوريك يعني الفرق، المدرسه يعني المدرسه والفكر. عمل اجتماع واتكلم مع الناس وتناقش، وكان رد فعله، يا جماعه لو انا جيت دلوقتي عملت ازمه مع الصحافه، من حق الصحافه تكتب اللي هي شايفاه، واحنا هنعمل اللي احنا شايفينه، واحنا دورنا نعالج اخطائنا ونكسب. هم بكره اول ناس هيفرضوا الصفحات لينا بسبب ان احنا كسبنا، ومش هيلقوا كلام يقولوه. يعني عاوز اقول لك ايه، لكن محاوله ادعاء انك خسرت، ما كسبت مباراه، امال بتقعدوا تتفرجوا وتتمزجوا وتقول يا سلام على الاثاره، ولازم يبقى في 3-4 فرق منافسين على المسابقه ومش عارف مين. طب ده الفارق 17 نقطه خلاص، وخسرت امر طبيعي جدا ان انا اخسر، ويومي مش طبيعي، وبكره وبعده تيجي واي فريق هيخسر يا جماعه، ما هي دي الكوره. لكن محاوله ان ناخد المساله دي واصورها على اتهام والاداره والاخطاء ومش عارف، طب والاداره تعمل ايه؟ هنقعد نتكلم في ملف حسام عاشور، لو حلفت على الميه ده تجم مش هصدقوك، انك انت عرضت عليه 1-2، واحمد فتحي عرضت عليه، ورمضان صبحي خلاص. صحيح. عارف انت ايه؟ يعني هو الاهلي، انتوا عاوزين مثلا يتم ظلم، اظلم الاهلي في ان اختصروا في 3-4 لعيبه من نجومه مثلا، رفضوا ان هم يستمروا او منهم من اعتزل، يعني كده خلاص الاهلي اتظلم بقى، كابتن خطيب اعتزل طبعا، وبركات اعتزل، وابو تريكه مشي، وصالح سليم مشي، وحسن حمدي مشي، وانت مشيت اعترف، خلاص الاهلي يقف. صحيح. يعني هل الاهلي يعني مش عاوز اقول لك مش تاثر بغياب لعيبه، المواضيع مع قله المواهب يعني دول الابرز في الفتره، انت عندك مشكله انك انت حتى الان ما زلت بتبني يعني بناء طبعا بناء طبعا بناء. احنا لسه بنبني لسه.